السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى جزاكم الله خير الجزاء عنا وعن سائر المسلمين، وأشهد الله أن أحبك في الله. وجزاك الله مثله وبارك الله فيك. وإياك يا شيخ مصطفى. أستأذنك يا شيخ مصطفى، طبعا حضرتك عارف إن بكرة يوم عاشوراء، إن شاء الله. وصيامه كما ورد في الحديث الصحيح سنة مؤكدة. هل إلى جانب الصيام في أعمال أو أذكار محددة ثابتة أو واردة عن النبي حضرتك تنصح بيها أو تأكدها لنا؟ لأن أنا بسمع الفترة اللي رددوا هذا الدعاء، قولوا كذا يوم عاشوراء. لا لا لا، لم يرد أي ذكر فيما علمت يقال يوم عاشوراء، إلا أننا نحمد الله أن نجى موسى من الغرق وأهلك فرعون ومن معه، نجى موسى من فرعون ومن معه وأغرق فرعون. لكن في حديث في صحيح مسلم وفي السند بعض الأخذ والرد شوية من أجل يزيد بن كيسان راويه يأتي أحيانا بمفاريد، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، وفي يوم إلا دخل الجنة. هذا الحديث يعني أخرجه مسلم، وإن كان بعض العلماء يتكلم في راويه يزيد بن كيسان ويقول فيه بعض الكلام، لكن فضائل الأعمال أعمل بهم إن شاء الله لن تخيب. يعني الأعمال الصالحة فقط يا شيخ مصطفى. الله ينور عليك. الله يخليك. وليتك تخص منها هذا. جزاكم الله كل خير يا وياك شيخ. وياكم وياكم.